بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، ما زلنا مع كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وما زلنا نروم التعرف على جوهره ومضمونه وأهم ما أراد المصنف أن يقدمه للناس من خلال إخراج هذا الكتاب ونشره بين المهتمين والمتتبعين. الإمام البخاري رحمه الله كما تذكر مصادر ترجمته ومصادر التعريف بكتابه التزم فيه الصحة، التزم في كتابه أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا. معنى هذا أن الإمام البخاري رحمه الله اجتمعت لديه وبين يديه روايات كثيرة بالآلاف، فانتقى منها واختار منها، اختار أجودها واختار أسلمها واختار أحسنها، وهو ما عبر عنه بالصحة. إن التعبير بالصحة هو اصطلاح مستحدث جديد ظهر في القرن الثالث الهجري مع الإمام إسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي هو الذي أشار على البخاري رحمه الله بأن يجمع كتابا في الصحيح. والإمام البخاري رحمه الله باختياره الصحيح دون غيره لا يعني أنه جمع كل الصحيح، وأن كل حديث لا يوجد في البخاري لا يسمى صحيحا ويعد صحيحا، أبدا. الإمام البخاري اختار الصحيح واختار من الصحيح بعضه لا كله. الإمام البخاري اختار أن يصنف في الصحيح دون غيره، واختار من الصحيح بعضه دون كله. مر معنا أن الإمام البخاري انتقى كتابه من عدد كبير من الأحاديث، اختار البعض منها وترك البعض الآخر وهي صحاح، وذلك خشية أن يطول كتابه وتتضخم مادته. وهذا منه رحمه الله اعتبار منهجي في الاختصار وعدم التطويل. والإمام البخاري كذلك منه هذا الصنيع فتح لباب الزيادة عليه والإضافة عليه والاستدراك عليه، استدراك وإضافة وزيادة الصحيح الذي اطلع به واعتنى به من جاء بعده من أمثال الحافظ ابن خزيمة والحافظ ابن حبان وغيرهم. الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه تسمية جامعة مانعة، أدخل فيها ما أراد إدخاله وذكر فيها ما أراد التنبيه عليه. الإمام البخاري سمى كتابه الجامعة الصحيحة المسندة المختصرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذه هي التسمية الأصلية لكتاب البخاري، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أما وصفه بالجامع فلأنه يجمع سائر الأبواب الفقهية المعروفة المتداولة عند المؤلفين قبله وعند المؤلفين في زمانه وعند المؤلفين بعده، من مثل كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب الرقاق وكتاب الشروط وكتاب الآداب إلى غيرها من الكتب
التي إذا جمعت في كتاب سمي جامعا، أي جامعا لأبواب الفقه وكتبه في غالبها. وأما تسميته صحيحا فلأنه رحمه الله اختار أن يؤلف في الصحيح دون غيره، لم يختار الضعيف ولا غير الصحيح، بل اختار الصحيح، وهذا منه اختيار رحمه الله. وأما وصفه بأنه مسند، أي أنه لا يورد فيه حديثا إلا بإسناده الذي يصله بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يصله بالصحابي قائل الحديث، فكل حديث فيه أي في صلب الكتاب في مادة أصلية هو مسند، أي له إسناد يصل بين صاحب الكتاب وقائل الحديث. ولهذا الأمر ولهذا الموضوع سنعود إن شاء الله تعالى في حلقات وفي وقفات متتالية آتية إن شاء الله تعالى. وأما وصفه بالاختصار فقد بينا أنه رحمه الله لم يذكر في كتابه ولم يخرج في كتابه كل الصحيح، بل خرج البعض وترك البعض الآخر لئلا يطول وتطول مادة كتابه. وأما كونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بغيته، وهذا مقصده، وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يخدم به أمته، أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب مستقل جامع مفرد لهذا الغرض. وأما إضافته رحمه الله السنن إلى الحديث فهذا من وجه، من إضافة الخاص على العام، ومن وجه آخر من إضافة العام على الخاص، على الخلاف المشهور المعروف عند المحدثين وعند غيرهم في تعريف الحديث وتعريف السنة، أيهما أعم وأيهما أخص. لا أشغل بال القارئ ولا بال المتتبع بهذا الخلاف، الذي يهمنا أن الإمام البخاري عطف السنن على الحديث من وجه، أي من وجه عطف الخاص على العام. وأما قوله رحمه الله وأيامه، أي وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القيد وهذا العنصر من التعريف يعني أن الإمام المصنف رحمه الله اهتم فضلا عن رواية الحديث ورواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتم صلى الله عليه وسلم. فأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حياته، هي حوادث ووقائع التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، وقعت في مرحلتيها المكية والمدنية. الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر كل هذه الأيام وكل هذه الوقائع وكل هذه النوازل، ذكر البعض منها انسجاما وموافقة لشرطه، فما صح منها وما كان موافقا لشرطه أدخله في كتابه، خاصة في كتاب المغازي وفي كتاب فضائل الصحابة وفي كتاب المناقب، وكلها من كتب الجامع الصحيح. فهذه هي دلالات وإشارات مفردات العنوان وعلى عناصر مؤلفة العنوان الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إن شاء الله تعالى ستكون وقفات مع هذا الكتاب، نستمد منه بعض الأحاديث وبعض الروايات، نقف بخلالها على منهجه وعلى طريقته وعلى أسلوبه في عرض الحديث وروايته بطريقته الخاصة المتميزة التي بها وبفضلها شهد له المنصفون قديمهم الحديث بأنه أمير المؤمنين في الحديث. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.